السلام عليكم خوتي خوتاتي وكذلك الامهات، مرحبا بكم في القناه قناتكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. لاول مره تشوف قناتي وفيديوهاتي، انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك تشجيع ليا وتشجيع القناه تجي تكبر بكم ان شاء الله، وبارطاجوا على العائله وصحاب للفائده. خليكم مع الفيديو. هنا كيلو ب 35 ريال. واه انا كله مسكن. هنا كما كتشوفوا المكسرات، خاطر واش دابا البازار يا البصل؟ كيلو ب30، كيلو 40، كيلو 60، هنا كيلو ب40، وهنا يقول ب60. ما كتشوف حلويات حق العمرة. شوف النوقة، ما شاء الله عليه زحمة. شوفوا هادو تلبسوهم باش إذا تكون تسوى طواف، من 3 ريال. محمد شوفوا هاد العقيق، شوفوا هذا 3 ريال حبة، بشكل يمكن يتغير لونه. براش نو دزغا كيتي ها تكون عندي تو ها تا كيتي تا شوفوا العلبه ب 10 ريال وردت كذا نغيري كي واش غزول تاع كوفي هذيا هادي 5 ريال، هادي 3 ريال. كما كتشوفوا هنا 3 ريال بس مو فضي. هو 2 ريال. وهذه المجموعة على كم؟ هنا ب 10 ريال شوف. شوفوا هذه المجموعة فيها تسبيح وعطر. وهنا كم محمد؟ هنا كم؟ هنا كم؟ هذا 5 ريال. هذا ب 5 ريال. نقاديات الحبة على كم هنا الطاقيات؟ 10 ريال. هنا الحبة عندهم ب 10 ريال في شارع جعفرية ب 5 ريال. شفتوا كاين فيه فرق كثير. هنا مفاتيح. ليش 10 ريال؟
هنا كما كتشوفوا سجادات كما كتشوفوا وهنا على كم كما كتشوفوا هذه 3 ريال محمد اعطيني كيف شوفوا 3 ريال هنا 5 ريال، لا 3 ريال هنا. هذه؟ ايوه هذا 3 ريال. 3 ريال كما كتشوفوا ما شاء الله. اليوم؟ هنا محمد كم السعر؟ والله 3 ريال. هنا ب 3 ريال كما كتشوفوا معايا. وهنا البرارد من 50 30 شوفوا ما شاء الله. كم نظرة؟ وهنا في كاسات من 10 ريال كما كتشوفوا معايا وفي هذه النوعيه فيها 6 لما تبغى تشتري بس كزاز خافوا يتكسر خذوا معدني كما كتشوفوا شوفوا المهرج صغير ما شاء الله كما كتشوفوا كل شيء عنده ما شاء الله كما كتشوفوا هنا 3 ريال اي قطعه بيقعش كي قلتين لما نقول لنا كما كتشوفوا ما شاء الله كما كتشوفوا هنا الفضة رجالك 5-6 ريال وهذا 30-25 ريال ما شاء الله شوفوا الفضة عندك لاكيور تاعنا شاد الفلوس في يدي وكنصور شوفوا ما شاء الله هنا كم يا محمد هنا 10 ريال شوفوا ما شاء الله طيب محمد انت شوفي كم هنا عندك الاسعار اسعار هنا عندك العود كم هذا في هنا شوف 10 ريال 20 ريال 30 ريال 10 ريال 30 ريال 10 20 30 هنا 10 20 30 كما كتشوفوا هنا كل العطرات عندنا بس ما عادش طاش
ما في تعليق على المرحبا بكين.